في هذا الفيديو سنتطرق لموضوع التهجين من النوع SB3. طبعا هذا النوع من التهجين نجده في جزيء الميثان هذا هنا. إذا أردت رسم هذا الجزيء بصيغته البنائية، سنضع الكربون في المركز بأربع إلكترونات تكافؤ حوله. نعم، وكل ذرة هيدروجين لديها إلكترون تكافؤ واحد، إذا سنضع ذرات الهيدروجين أمام الكربون، وكل منها بإلكترون تكافؤ واحد. الآن عند وصل هذه النقاط سينتج الصيغة البنائية للميثان، ويتضح أن كل الروابط الأربعة فيه هي متكافئة. إذا إلكترونات التكافؤ الأربعة الأصلية التي بدأنا بها في الكربون يجب أن تكون متكافئة أيضا. إذا الكربون يمكن أن يشكل أربع روابط. لننظر للتوزيع الإلكتروني للكربون لنرى إذا كان يتفق مع ما نقول أو لا يتفق. طبعا هذا الخط يبين الطاقة وهي تزداد بالاتجاه للأعلى، ونبدأ في المدار 1s وهو أقل المدارات طاقة، ثم المدار 2s، ومن ثم المدارات الثلاث 2b. كل هذا من الكيمياء العامة. نعم، إذا الكربون لديه مجموع 6 إلكترونات، إذا يجب أولا ملء مستوى الطاقة الأقل لنضع إلكترونين في المدار 1s، وبعدها نملأ المدار 2s بالإلكترونين آخرين. لدينا إلكترونين متبقيين، وباستخدام قاعدة الكم سنملأ مدارات p بهذا الشكل. نعم، وإذا حاولنا تحديد إلكترونات التكافؤ للكربون، هذه هي الإلكترونات الموجودة في المستوى الخارجي للطاقة وهو المستوى الثاني للطاقة. إذا هذه الأربع إلكترونات هنا، نعم، تمثل الأربع إلكترونات في الصيغة البنائية هنا. إذا سأظللها بهذا الشكل، ممثلة من قبل هذه الأربع إلكترونات في التوزيع الإلكتروني في الأسفل. لكن حقيقة من التوزيع الإلكتروني لدينا فقط إلكترونين منفردين، انظروا إليه جيدا، وكأن الكربون يشكل فقط رابطتين، ونعلم هذا ليس صحيح. الكربون يشكل أربع روابط. إذا نحتاج أن نجد طريقة لجعل هذه الأربع إلكترونات التكافؤ متكافئة من ناحية الطاقة، وأيضا أن نجعل أربعة منفردة. حينها يمكن الكربون أن يشكل أربع روابط مختلفة. خرج بولينج بطريقة لجعل الأربع إلكترونات هذه منفردة متكافئة في الطاقة، وذلك من خلال تشكيله لأربع مدارات متكافئة. أول شيء قاله بولينج، قال سنعطي هذا الإلكترون في المدار 2s القليل من الطاقة، وننقله من مداره إلى المدار 2b هنا، وهذا يعطينا أربع إلكترونات منفردة. رائع، والذي يسمح لنا بتشكيل أربع روابط. والمشكلة الوحيدة في هذا هنا، الأربع إلكترونات ليست متكافئة، ليست على نفس مستوى الطاقة. ولحل مثل هذه المشكلة اقترح بولينج مفهوم التهجين. ماذا سيحدث لو أخذنا المدار S أو 2S ورفعناه أو نقلناه لمستوى أعلى من الطاقة هنا مثلا، ومن ثم نقلنا المدارات P الثلاث للأسفل هنا بهذا الشكل؟ ستكون هكذا، نعم، 3 مدارات بي. الآن يمكننا وضع واحد إلكترون في كل مدار، لكن هذه المدارات لم تعد هي مدارات الأس أو البي، بل أصبحت مدارات جديدة مركبة أو مهجنة. نعم، أصبحت مدارات مهجنة من الأس والبي، وأصبحت تسمى أس بي 3. إذا جميعها أصبح يسمى الآن أس بي 3، كل مدار منها أصبح يسمى أس بي 3، وهنا المدار اس بي 3 الاخير. اصبحت مدارات اس بي 3 المهجنه، وهذه المدارات الجديده كل منها كما نلاحظ مكون من 25% من خصائص المدار اس، و75% من خصائص المدار بي. نعم، اها، لاننا استخدمنا طبعا مدار واحد من اس و3 مدارات من بي، أصبح لدينا أو أصبح يطلق عليه اسم المدار اس بي 3. والآن هذا التوزيع الإلكتروني هنا أصبح متطابقا مع الصيغة البنائية لجزيء الميثان في الأعلى. لدينا 4 إلكترونات منفردة، قادر على تشكيل 4 روابط، وكلها لها مستوى طاقة متكافئ أو متعادل. إذا لدينا مثل ما ذكرنا مدار جديد اس بي 3. نعم، وإذا عرجنا على شكله فإن حساب الكم يتوقع أن شكله سيكون بين شكل المدار اس والمدار بي، لكن خصائص المدار بي ستكون واضحة فيه أكثر. طبعا هذا المدار اس، وهذا المدار كروي، وهذا المدار بي وهو أكبر عادة من هكذا. طبعا إذا هجنت هذه المدارات سأرسمها هنا، طبعا ستبدو بهذا الشكل. هنا الكربون وهو مهجن بتهجين اس بي 3، له فلقة كبيرة من الأمام وفلقة أصغر قليلا من الخلف.
طبعا هذا الشكل نتج بعد حسابات كم معقدة وليس بهذه البساطة. طبعا عادة الكربون مثل ما قلنا في التهجين اس بي 3 يكون لديه 4 مدارات من الاس بي 3، لذلك سنلغي هذا الطرف للتقليل من تعقيد الرسم حين رسم ذرة الكربون بتهجينها الاس بي 3. الآن نعلم أن الكربون في الميثان كما ذكرنا تهجينه هو من النوع اس بي 3. نعم، وإذا كنا سنرسم أو إذا قمنا سنرسم أو سنرسم مدارات الـ SP3، طبعا سنتجاهل الفلقة الصغرى مثل ما كنا. إذا لنرسم المدارات المهجنة الأربعة الآن لجزيء الميثان، هذا الأول والثاني والثالث هنا والرابع بهذا الشكل وهو الأخير، وكل واحد من هذه المدارات سيكون لديه إلكترون واحد، إذا سأضع إلكترون واحد لكل منها بهذا الشكل. نعم، هذه الـ4 إلكترونات تكافؤ في 4 مدارات مختلفة من الـ SP3. إذا الآن نعود للخلف نؤكد أن هذه الإلكترونات الأربعة التي رسمتها للتو تمثل هذه الإلكترونات على مستوى الطاقة أو على التوزيع الإلكتروني، آسف. إذا سنعود هنا، وبما أننا نمثل أو نرسم الميثان يجب أن نضع 4 ذرات هيدروجين. نعلم أن الهيدروجين لديه مدار اس واحد ولديه الكترون واحد فيه، وشكل مدار اس هو كروي كما تعلمون بهذا الشكل، ويوجد به الكترون تكافؤ بداخله ساضعه هنا. طبعا هنا الذرة الثانية من الهيدروجين ولها الكترون تكافؤ واحد في المدار اس، وساقوم بهذا مرتين اخرتين هنا وهنا ايضا. نعم، أصبح لدينا هذا الشكل الذي يمثل تداخل مدارات الكربون المهجنة مع مدارات الهيدروجين في جزيء الميثان. إذا تهجين هذه الذرة هو من النوع SP3 كما ذكرنا. نعم، طبعا والميثان كما نعلم يأخذ شكل رباعي السطوح، وإذا أردنا أن نتحدث عن الزاوية فهي 109.5 درجة كما ذكرنا في فيديوهات سابقة. إذا هذه الزاوية هي 109.5 درجة، وسنرى كيف يمكن اشتقاق وإثبات أن هذه الزاوية فعلا هي 109.5 درجة في الشكل الرباعي السطوح في الفيديو التالي. لننظر الآن إلى الرابطة بين الهيدروجين والكربون بشكل أعمق قليلا، وهي هنا باللون الأحمر هنا كما ترونها الآن. نعم، طبعا نلاحظ أن التداخل هو من النوع الرأسي، أي أن كلا المدارين تداخلا بشكل رأسي وليس جانبي، ومثل هذا التداخل يشكل رابطة من النوع سيجما. إذا هذه الرابطة التي تشكلت بين الهيدروجين والكربون، دعونا نكتب هنا، هي الرابطة سيجما. إذا هذه الرابطة هي من النوع سيجما، وطبعا نفس هذا النوع من التداخل نراه في بقية ذرات الهيدروجين الثلاث مع ذرات الكربون هنا الثانية وهنا الثالثة وأيضا هنا الأخيرة الرابعة، 4 روابط سيجما لهذا المثال. إذا هناك 4 روابط سيجما لجزيء الميثان كما قلنا. لنعرج الآن على جزيء الإيثان بشكل سريع، سأرسمه هنا. طبعا الإيثان يتكون من ذرتي كربون ولكل منها 3 ذرات هيدروجين بهذا الشكل، ذرتي كربون ولكل منها 3 ذرات هيدروجين، 3 ذرات هيدروجين لكل ذرة كربون فيه. إذا يحتوي على 6 هيدروجينات و2 من الكربون C6H6 C2H6 آسف. ونرى أن الإيثان يتكون أو فيه جميعها روابط أحادية وهي جميعها من نوع سيجما، وإذا أردنا أن نعد هذه الروابط سنعد فقط الروابط الأحادية فيه. اسمحوا لي أن أظللها بلون آخر، مثلا سأأخذ اللون الأرجواني، 3 4 5 6 7. إذا هنا مجموع الروابط هو 7 في جزيء الإيثان، وهي جميعها من النوع سيجما كما ذكرنا قبل قليل. طبعا جميع مدارات ذرتي الكربون في الإيثان هي من النوع SP3، إذا مدارات ذرة الكربون هذه جميعها من نوع SP3، ونفس الشيء لهذه الذرة أيضا. دعوني أقول أن ذرة الكربون إذا ارتبطت مع 4 ذرات حولها فإن لها 4 مدارات من النوع SP3، وسيكون طبعا تهجينها هو من نوع SP3 ب4 مدارات من نوع SP3. إذا كلا ذرتي الكربون جزيء الإيثان هنا مداراتها من نوع SP3، هنا ذرة الكربون على اليسار وهذا المدار الأول الثاني الثالث والرابع. نعم، طبعا جميعها من نوع SP3، وهنا ذرة الكربون الثانية 2 3 4 من مدارات الـ SP3 هكذا. طبعا وكل ذرة كربون ترتبط ب3 ذرات من الهيدروجين حولها كما نعلم. هنا ذرة ثانية
والثالثة بمداراتها الأس، الرابعة، الخامسة، السادسة. أصبح في مقدورنا الآن تصور جزيء الإيثان. إذا نظرنا إلى التداخلات هنا بين جميع المدارات فإنها جميعها تداخلات بشكل رأسي. نعم، هذا التداخل يشكل رابطة من النوع سيجما طبعا، وجميع التداخلات في جزيء الإيثان جميعها بشكل رأسي، وهي تشكل جميعها روابط من النوع سيجما كما نرى. يمكن رؤية 7 تداخلات جميعها بشكل رأسي تشكل 7 روابط من النوع سيجما. نعم، إذا الإيثان لديه 7 روابط من النوع سيجما. كل ذرة كربون ترتبط مع 4 ذرات مختلفة، ومما يجب الإشارة إليه أيضا أن مثل هذا الجزيء يمكنه الدوران حول محور الرابطة، وعني هذه الرابطة بين ذرتي الكربون هنا. وسنتناول الموضوع الدوران وما ينتج عنه في شرح لاحق. إذا لدينا دوران حر حول الرابطة الأحادية هذه كما قلنا. نعم، إذا كما نعلم أن هذه الرابطة التي تشكلت بين ذرتي الكربون تشكلت من 2 من مدارات الـ sp3 المهجنة، وهذه المدارات الـ sp3 المهجنة لديها الخصائص الأكثر من المدار b، وسنتحدث عن طول هذه الرابطة وسنقارنها بطول الرابطة الثنائية والثلاثية في فيديوهات قادمة. نعم، إذا هذه الرابطة ستكون أطول، وسيكون هذا الموضوع شيقا وهو ضروري جدا لفهم طبيعة وتركيب المركبات العضوية المختلفة. نعم، إذا تعرفنا في هذا الفيديو على التهجين من نوع sp3. نراكم.